بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا كفؤ له ولا مناوئ له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقيقة التوحيد، لازلنا بفضل الله جل وعلا نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان التوحيد، لازلنا في هذا المحراب المهيب الجليل نقف لنلتقط هذه الدروس والعظات والعبر، ما زلنا نغوص سويا في هذا البحر الزاخر المليء بالجواهر واللآلئ والدرر، لازلنا مع لا إله إلا الله، ولم لا، وهي أصل السعادة وعليها مدار النجاة في الدنيا والآخرة. فلا سعادة ولا نجاة ولا فلاح ولا نصرة ولا عزة ولا تمكين ولا استخلاف إلا بتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله، إلا بتحقيق التوحيد، إلا بتحقيق الإيمان. وأنا أؤصل الآن قضية لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد، ما أبعدت النجعة ولا ابتعدت كثيرا عن واقع الأمة، لا عن واقع إخواننا في الموصل، ولا عن واقع إخواننا في غزة، ولا عن واقع إخواننا في الصومال، ولا عن واقع إخواننا في أي مكان يضطهد فيه المسلمون ويحارب فيه الإسلام. بل أنا حين أتحدث عن العقيدة وأتحدث عن قضية التوحيد وعن مقتضيات لا إله إلا الله وعن معنى لا إله إلا الله، فإنما أريد أن أخطو مع أمة الحبيبة الخطوة العملية الأولى على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، على طريق النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين. نعم، تحدثت في الحلقة الماضية من حلقات حقيقة التوحيد عن لا إله إلا الله وقضية الشريعة، وأود الليلة أيضا أن أواصل الحديث في هذا الموضوع الكبير المهم الجليل. قلت لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للطواغيت والطاغوت، وأنا لازلت أؤكد وأركز وأكرر، لأن البعض يحلو له أن يصطاد في الماء العكر، مع أننا نتكلم بكلمات واضحة، لكن نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأنا أعلم أن من يريد أن يتقول على المشايخ وأهل العلم بما لم يؤصلوه وبما لم يقولوه، أعلم أنه لا ينطلق من باب تأصيل الحق، لأن الحق بين واضح يبينه إخواننا ويبينه مشايخنا، ولكنه الهوى الذي يحرك ويحرق القلوب. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص، لأنني أعلم يقينا أن الهوى لا يدفع بالحجة والدليل، ولو كانت الحجة قوية والدليل ساطعا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها،
وإنما لا يدفع الهوى إلا بالتقوى، إلا بالخوف من الله جل وعلا. فأنا أقول الطاغوت الشيطان، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل، وكما قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، الطاغوت كل معبود أو متبوع أو مطاع، أي من دون الله تعالى. بل وأنا أضفت شرطا وقيدا على كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وقلت بشرط أن يكون هذا المعبود أو المتبوع أو المطاع راضيا راضيا بهذا الشرك أو بهذا الاتباع له على غير حق وهدى، وإلا فهناك من عبد عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهناك من عبد الملائكة، فلا بد أن يكون هذا المتخذ إلها أو طاغوتا أو معبودا أو متبوعا راضيا بهذه العلاقة المحرمة أو الشركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت أيضا بأن الطاغوت صيغة من الطغيان وهو مجاوزة الحد. لا أريد أن أعيد ما أصلت قبل ذلك بالتفصيل. فكلمة التوحيد نفي للطاغوت، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة. وتثبت كلمة التوحيد التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، فيتثبت توحيد الربوبية، وتثبت توحيد الألوهية، وتثبت توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد إنما أخذت بالاستقراء والتتبع لأدلة القرآن والسنة، ليس هذا التقسيم بدعا كما ذكر بعض أهل العلم، وإنما هو بالاستقراء والتتبع لأدلة الكتاب والسنة، كما بينت بفضل الله تبارك وتعالى في لقاءات عديدة طويلة ولله الحمد والمنة. وقلت لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للشرك كله وإثبات للتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله، إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص. وقلت أيضا تثبت كلمة التوحيد توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أن نفرد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل، وفصلت الأدلة في ذلك. ثم تكلمت بعد ذلك في فصل مهم جدا من الخطورة بمكان، بعنوان لا إله إلا الله ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشرك والمشركين. وقلت لا يصح لمسلم دين، لا يصح لمسلم دين، أكررها ثلاثا، لا يصح لمسلم دين إلا بالولاء والبراء، إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلا بالبراءة من الشرك والمشركين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات. والآيات في هذا الباب كثيرة، وقد فصلت وبينت بفضل الله جل وعلا، ورحم الله من قال أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة
مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك أكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ثم تحدثت في فصل ثالث من فصول كتابنا حقيقة التوحيد أو حقيقة التوحيد، ألا وهو لا إله إلا الله تحكيم للشريعة. وقلت أيها الأفاضل، الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. نسمع تاني، نسمع التأصيل ده تاني، ولن أمل ولن أسأم من تكرار هذه الكلمات حتى تثبت إن شاء الله في قلوب الأمة الميمونة المباركة، أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمة التوحيد. أقول يا أمة الحبيبة في أرجاء الأرض، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالعقيدة هي أصل الدين، ومنها تنبثق الشريعة التي تنظم كل جانب من جوانب هذه الحياة. العقيدة أو الدين كالشجرة الوارفة الظلال، جذرها وأصلها العقيدة، ثم بعد ذلك تنبثق من هذه العقيدة هذه الشريعة في هذه الأغصان والزهرات الكثيرة في هذه الشجرة الوارفة الظلال، شجرة الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم، قال جمهور المفسرين، أي في الإسلام، أي في الإسلام. ومن أهل التفسير من قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الطاعة، أي في الطاعة. وجمهور المفسرين على أن السلم في الآية بمعنى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، أي ليس من حقكم ولا يجوز لكم أن تختاروا لأنفسكم من هذا الدين ما يتفق مع رغباتكم وأهوائكم وحاجاتكم في جانب من الجوانب، وأن تتخلوا عن دين الله وعن شريعة الله تبارك وتعالى في جوانب أخرى لا تتفق شريعة الله تبارك وتعالى فيها مع أهوائكم ونزواتكم ورغباتكم. وإلا لو فعلتم ذلك فقد وقعتم في فعل اليهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. فلا ينبغي أبدا أن تختاروا لأنفسكم في جانب من جانب الحياة الدنيوية جانب من جوانب الدين أو جانب من جانب الشريعة، وأن تتركوا الجوانب الأخرى لأنها لا تتفق معكم. لأن شريعة الله جل وعلا التي تنبثق من عقيدة لا إله إلا الله إنما هي شريعة تصلح الحياة، ولا أقول إنما هي شريعة صالحة للحياة، هي كذلك لكنها تصلح الحياة. فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل وأدق من ذلك تصلح كل زمان ومكان. اللهم إلا إذا فهمنا اللفظة الأولى بهذا المعنى الثاني فعلى العين والرأس. صالحة لكل زمان ومكان، أي تصلح كل زمان ومكان.
لا ينبغي أبدا أن تظن أمة الحبيبة أنها في عصر الفضائيات وفي عصر الذرة وفي عصر الإنترنت أصبحت في غنى عن شريعة الله المحكمة، وأصبحت في حاجة إلى قوانين الشرق والغرب وإلى أن تقلد الغرب تقليدا أعمى. هذا لا يليق أبدا بأمة التوحيد، هذا لا يليق أبدا بأمة الإسلام، لأن عقيدة التوحيد عقيدة كاملة، لأن عقيدة التوحيد عقيدة تصلح كل زمان ومكان. نعم، في أي جانب، في أي جانب يجب على الأمة أن ترجع إلى عقيدة التوحيد؟ في جانب الاعتقاد، في جانب التعبد، في جانب الأخلاق، في جانب التربية، في جانب المعاملات والسلوك، في جانب المعاملات مع الأعداء، في جانب المعاملات مع المجتمع بعضه البعض، في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية، في كل جزئيات الحياة وفي كل جوانب الحياة يجب على الأمة وجوبا أن ترجع إلى شريعة الله أو إلى دين الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله منهج حياة. لا، اسمع اللي جاي دي، اسمع اللي جاي دي حضرتك، لا إله إلا الله حياة للحياة، حياة للحياة. لا إله إلا الله تضبط اعتقادنا وتحكم أقوالنا وتحكم أفعالنا وتحكم عواطفنا وتحكم مشاعرنا وتحكم أكلنا وطعامنا وشربنا ولبسنا وزي نسائنا وبناتنا وتعاملنا مع عدونا ومع صديقنا ومع أزواجنا ومع أولادنا ومع جيراننا ومع علمائنا ومع حكامنا ومع بعضنا البعض. لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة. ما يصحش يا أخي تفتح سورة البقرة وتقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فتقول سمعنا وأطعنا، وتلبي وتنفذ وتمتثل الأمر وتصوم رمضان كله بفضل الله جل وعلا. وفي السورة ذاتها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتمتثلوا الأمر الأول وتخالفوا الأمر الثاني. وفي السورة ذاتها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فتمتثلوا الأمر الأول وتضيعوا الأمر الآخر. لما ذلك؟ ما الجواب وما العذر؟ لا تتصور أن دين الله تبارك وتعالى قاصر، وأنه لم يعد صالحا لمدنية القرن الحادي والعشرين. هذا كلام في غاية الخطورة. من اعتقده خرج من الملة باتفاق، وأنا أعي ما أقول بفضل الله. من اعتقد أن دين الله لم يعد صالحا للقرن الحادي والعشرين فقد كفر باتفاق، لأنه دين رب الأرض والسماء الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد يعتذر إنسان عن الأخذ بحكم من الأحكام الشرعية لسبب من الأسباب، قد يكون مكرها، قد يكون خائفا، قد يكون متأولا لهذا الحكم. هذا وارد، لا يكفر بذلك، لا يستطيع أحد أن يكفر بذلك. لذلك أنا أود الليلة أن أصل هذه القضية الخطيرة والكبيرة لشبابنا وأولادنا. وأنا أعلم أنه ربما ولأول مرة يطرح مثل هذا على شاشات الفضائيات، لكن إلى متى سيظل العلماء يبتعدون عن هذه القضايا ولا يريدون أن يخوضوا في هذه المسائل، مع أنها صارت من أخطر المسائل التي تفتن كثيرا من أولادنا وكثيرا من شبابنا في هذه الأيام. كثير من أولادنا وكثير من أحبابنا وشبابنا ربما يستقون علمهم في هذه القضية الكبيرة وفي هذه القضايا الشائكة من بعض مواقع الإنترنت أو بعض مواقع الفضائيات. طيب، اسمحوا لنا لأمر فني هنا
أن نأخذ فاصلا قصيرا وأن نعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى. سنعود إن شاء الله. تقدم دار الصفا والمروة للنشر والتوزيع بالأسكندرية راقة من أفضل إصداراتها للأمة الإسلامية. كلمات في المنهج وضوابط في التكفير، وفيه رد على شبهات التكفير الواضح في أحكام الربا، وفيه التفرقة بين المعاملات الربوية والشرعية، الإعلام بسير الأعلام، وفيه باقة كبيرة من سير سلفنا الصالح، لذة العبادة، وفيه برنامج عملي للتربية الإيمانية، دلائل نبوة الرسول الكريم وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، الرد على القرآنيين، وفيه دحض شبهة إهمال السنة، الصارم البطار للتصدي للسحرة الأشرار. وهذه طبعة بها زيادات تنشر لأول مرة، وهذه هي الطبعة الشرعية الوحيدة. لطلبات الجملة الاتصال على دار الصفا والمروة بالأسكندرية 03-54-96-107 010-540-640-2 صفا.مروة@yahoo.com صفا.مروة@hotmail.com وكلاء التوزيع المكتبة العربية القاهرة خلف الجامع الأزهر، تليفون 02-25-120-621 في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الدار في سرايا 14 وبجناح الدار العالمية. عدنا بحمد الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول أيها الأحبة الكرام، التلازم بين العقيدة وبين الشريعة تلازم ضروري. التلازم بين العقيدة والشريعة تلازم ضروري، بمعنى لا ينبغي أبدا أن نردد بألسنتنا لا إله إلا الله وأن نبتعد في أمر الشريعة عن مقتضى لا إله إلا الله، إذ ما بعث الله نبيا ولا رسولا ليعلم الناس أن يرددوا بألسنتهم كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وأن يتركهم بعد ذلك ليختاروا لأنفسهم في جوانب التشريع ما يشاءون وما يريدون. هذا خلل، هذا خلل، لم يحدث هذا أبدا. بل ما بعث الله الرسل والأنبياء حتى لبني إسرائيل إلا ليسوسوهم، إلا ليسوسوهم، أي بحكم الله تبارك وتعالى وبمنهج الله جل وعلا. وأنا أقول الأمة، الأمة الميمونة، الأمة المباركة، آن لها ورب الكعبة أن تعود إلى دين الله كله، إلى دين الله بشموله، إلى دين الله بكماله. آن لنا أن نتخلص من عقدة الأعداء الذين وضعوا لنا هذه القوانين وفرضوها علينا طيلة السنوات الماضية. آن الأوان ورب الكعبة، والله بكل حب أخاطب أمتي، أخاطب كل الأمة بكل عناصرها، آن الأوان أن تعتز الأمة بدينها وأن ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تراجع العلماء الربانيين لتعرف حكم الله وحكم رسوله في كل نازلة وفي كل قضية من القضايا، إذ لا يمكن أبدا لهذه الأمة أن تعود إلى سالف مجدها وإلى سالف عزها إلا إذا عادت إلى ذات المنهج الذي حول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. لا لا لا، تاني، خلي بال حضرتك، بقول لا يمكن أبدا للأمة أن تعود إلى سالف مجدها وسالف عزها إلا إذا عادت إلى ذات المنهج الذي حول الأمة من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. لابد أن ترجع الأمة إلى الدين كله، إلى الإسلام بشموله وكماله، إلى العقيدة، إلى العبادة، إلى الشريعة، إلى الأخلاق، إلى المعاملات، إلى السلوك، لأن في خلل، في خلل كبير جدا في الأمة، في خلل بين المنهج وبين الواقع، في خلل بين التأصيل العلمي البديع الذي تستمع إليه الأمة الآن من العلماء والشيوخ وبين الواقع المرير، واقع المعاملات، واقع الأخلاق، واقع السلوكيات. في خلل بين المنهج الرباني القرآني والنبوي
وبين بعض القوانين، بعض القوانين لابد أن يكون عدلا، أسأل الله أن يرزقنا العدل، وبين بعض القوانين التي تحكم الأمة في كثير من الدول والبلدان، في خلل، في تصادم، في هوة كبيرة بين هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي وبين بعض القوانين التي تحكم الناس أو يتحاكم إليها الناس. فلا بد أن ترجع الأمة حكاما ومحكومين، علماء ومتعلمين، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، إلى منهج رب العالمين وإلى منهج سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ فلتستمع يا أمة التوحيد إلى ربك جل جلاله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. مين؟ من أحسن من الله حكما؟ شرق؟ غرب؟ لا والله، لا والله. مجلس أو هيئة أو وزارة أو دولة؟ لا والله. الحكم لرب العالمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا بد من العودة إلى حكم رب العالمين. أنا ذكرت في الحلقة الماضية، حضرتك عربيتك بتعطل، السيارة بتعطل، ما بتوداش لدكتور، لا بتوداه لمهندس متخصص أو للتوكيل أو لميكانيكي. أنت صنعة الخالق، أنت صنعة الخالق. فإذا تعطل فيك عضو أو تعطب فيك ركن، فيجب عليك أن تبحث عن الدواء عن خالقك، أن تبحث عن الدواء عند خالقك جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإنسان المتبجح المغرور المستعلي حين راح ليشرع لبني جنسه ما يخالف به تشريع الخالق جل وعلا، وظن أنه بذلك يقدم لبني جنسه إكسير السعادة وطوق النجاة، راح يقدم ذلك بتبجح عجيب وغرور خطير، مع أنه ضعيف ومحكوم إن عاش في زمن لا يعيش في غيره، إن عاش في زمن لا يعيش في غيره، وإن رأى مكانا لا يرى غيره، وإن رأى في حدود نظره لا يرى ما تحجبه الجدران والسدود والحواجز. ومن ثم يأتي تشريع البشر للبشر موسوما بسمات البشر من الضعف والقصور والعجز وعدم الاستيعاب وعدم الشمول وعدم القدرة على ما يحتاج إليه الإنسان. هذه سمات البشرية، هذه صفات البشر. فالعبد محكوم بالزمان ومحكوم بالمكان. نعم، قصير العمر، قصير الطول، ضعيف البنية، ضعيف القدرة، إلى غير ذلك من الشهوات والشبهات التي تتحكم فيه. ومن ثم يأتي تشريعه أو يأتي قانونه الذي يضعه لبني جنسه، يأتي موسوما بهذه السمات التي لا ينفك عنها الإنسان أبدا. فلا ينبغي أبدا أن ينسى الإنسان أصله، وأن ينسى الإنسان نفسه، وأن يتصور أنه صار إلها يشرع للخلق من دون الله تبارك وتعالى، أو يضع للناس بعض القوانين أو بعض الأنظمة التي تصطدم مع كلام الحق ومع منهج الصادق، بدعوى أن الشريعة لم تعد قادرة على مسايرة روح مدنية القرن الحادي والعشرين. ما هو في الصنف الآن بينفخ في القلوب والعقول، يقول لك إيه التخلف ده يا عم الشيخ محمد يا حسان، يا عم الله يصلح حالك، ايه يا عم علاقة الكلام اللي انت بتقوله بقضية ان احنا يعني لابد ان تحكمنا شريعة الله تبارك وتعالى في الاعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة وشواطئ البحار والاموال ايه يا عم الكلام، يا عم تخليك في الجامعة وخلاص، تعلم الناس تصلي ازاي وخلاص. لا يا عم الشيخ، ما عدناش محتاجين الكلام ده، لان البشرية الان اصبحت ناضجة، ناضجة. الله، ده انت بتتكلم الان في فضائية والعالم كله شايفك الان، العقول اللي عملت اللي انت فيه ده تقول لابد ان تحكم بدين الله.
يجب أن تحكم بدين الله، فلتبدع العقول بالقدر الذي شاء الله جل وعلا في المجال الذي شاء الله لها أن تبدع فيه، لكن ما فيش مجال للإبداع في الدين، ده استسلام، ده إذعان، انقياد، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وإلا فلست عبدا عابدا لله جل وعلا. فلتبدع في مجالك، فلتصنع الفضائيات، فلتصنع الذرة، فلتحول العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والموصلات، جميل على العين والرأس، لن أنكر هذا، لكن لا يجوز لك البتة أن تجعل من علمك هذا إلها يعبد، أو أن تجعل من عقلك هذا إلها يعبد، بل يجب عليك أن ترجع في أمر الدين إلى رب العالمين وإلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في كل جزئيات الحياة وفي كل جوانب الحياة، ولتبدع في أمور دنياك بعقلك وإبداعك وعطائك وعلمك. إنما الدين إذعان، اسمه إسلام، استسلام، ما ينفعش يبقى الخيار، خيار يعني اختيار، ما ينفعش. في حكم لله، أيوة سمعا وطاعة، في حكم لرسول الله في أي جزئية سمعا وطاعة. ينفع النبي يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وأنا أطلع قانون أقول ممكن المرأة تسافر بدون محرم؟ ما ينفعش، والله ما ينفع، والله ما ينفع أبدا. ينفع أقف عند حكم الزنا حرام وحكم الزاني كذا، أقوم أنا أقول لا والله الكلام ده ما عادش ينفع النهاردة مع مدنية القرن العشرين والحد والعشرين، ولازم الكلام ده لا ما ينفعش، لابد من تخفيف هذا الكلام، ما ينفعش، والله ما ينفع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اسمع الآتان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا أعمل إيه؟ أرجع للعلماء، تعالوا مشايخنا الأفاضل، ربنا قال إيه في المسألة دي؟ ماذا قال الله في هذه المسألة؟ قال الله كذا وكذا كذا. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. على العين والرأس، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء هم أهل الإيمان. إنما بقى هنتفزلك ونتحزلق وقلنا بس الكلام ده بينفعش، وإحنا عايشين في عصر غير العصر وفي زمن غير الزمن، وربنا تبارك وتعالى ما كانش يعرف الأمور اللي استجدت دي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيه الكلام ده؟ ينفع كده؟ ينفع كده؟ ده انت لو ابنك عدل عليك في مسألة تغضب، ولدك لو قالك كده يا أبا غلط تهتفهم أكتر مني يا ولد، تهتفهم أحسن مني، تغضب، أمر عجب، كيف تعدل على الملك؟ كيف تعدل على من خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يسعدنا ويشقينا ويصلحنا ويفسدنا ويهدينا، وحده جل وعلا. ترجع لمنهج الله ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وأنت تردد مع السابقين الصادقين قولتهم الخالدة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده معنى لا إله إلا الله، تحكيم للشريعة، وده مقتضى من مقتضات لا إله إلا الله، لا يجوز أن أختار من مقتضات لا إله إلا الله أو من منهج الله أو من دين الله في جانب من جانب الحياة ما يتفق معي، وأن أترك بقية الدين في كثير من جوانب الحياة الأخرى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كلام جميل.
يبقى لا إله إلا الله لها حكم في كل جوانب الحياة، ولها حكم في كل جزئيات الحياة. أقول لحضرتك إيه؟ معلش سامحني، أعز الله قدرك وأعز الله قدرك يا أماه ويا أختاه. تصور وحضرتك في دورة المية، لم يغفل دين الله عن وضع الضوابط التي يجب عليك أن تنضبط بها حتى في دورة المياه. دخول دورة المية له أدب، لم يتركه رسول الله. وتقول إيه وانت داخل، وتقول إيه وانت خارج، وأدب جلوسك إيه. ثم تسمحوا لي أسأل سؤالا، أقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا آداب قضاء الحاجة، أفيغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يضع للأمة المنهجية الصحيحة لتسعد بها في الدنيا والآخرة في قضايا أكبر من هذه القضية؟ أمر عجيب لمن يتصورون أن الإسلام ترك هذه القضايا. أبدا، إسلام فيه حكم لكل جزئية ولكل مسألة ولكل نازلة مستجدة. يجلس العلماء ويستخرج العلماء ويستنبط العلماء حكما لهذه النازلة الجديدة من هذه الأصول القرآنية والنبوية التي يستطيع أهل العلم أن يستخرجوا الحكمة وأن يستنبطوا الحكمة الشرعية من خلالها. الشاهد أيها الأفاضل أنه لا يجوز للأمة أن تبتعد عن منهج الله وعن مقتضيات لا إله إلا الله في جوانب التشريع أو في أي جانب من جوانب الحياة، بل يجب أن تصبغ الحياة كلها بشرع الله وبمنهج الله تبارك وتعالى وبمقتضيات لا إله إلا الله. ومع ذلك أريد الليلة أيضا أن أؤصل تأصيلا مهما جدا لبعض أحبابنا ولبعض إخواننا ممن يتعجلون بإصدار الحكم بالتكفير في هذه القضية الكبيرة، ممن يتعجلون بإصدار الحكم بالتكفير في هذه القضية الكبيرة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص والسداد والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود أن أقول بأن الشريعة لا تختزل في قضية الحدود، هذا أصل في غاية الأهمية، لأن غياب هذا التأصيل بكلماته القليلة قد يسبب حرجا بالغا. التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والصدقة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء وبناء المستشفيات وبناء المدارس وتعبيد الطرق والإحسان إلى الضعفاء إلى غير ذلك من الأعمال، كل هذا من الشريعة، كل هذا من شرع الله عز وجل. حتى لا تصور أحد من إخواننا وأولادنا أنه إن غيبت الحدود فمعنى ذلك أن الشريعة كلها قد غيبت. لا، لا أقلل من شأن الحدود، حاشا لله، ولا أقلل من قدر إقامة حد، فقد تنصر الأمة بإقامة حد واحد لله جل وعلا في أرضه، وقد تخذل الأمة بتضييع حد من حدود الله جل وعلا. لكنني أؤصل فقط حتى لا يتعجل أحد بإصدار الحكم بالتكفير، بإصدار الحكم بالتكفير باستشهاده بقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أود أن أؤصل الليلة كلاما في غاية الأهمية
لعلمائنا، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأستهل بكلمات جميلة لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وأرجو من أحبابنا وطلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا الكلام، وأسأل الله أن يرزقنا لكم التوفيق والصواب والسدد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الكلام موجود بكامله في كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول لمن أراد أن يراجعه بالتفصيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، في هذه المسألة، في هذه النازلة، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه، يعني ابتعد عن حكم الله في هذه الواقعة عصيانا، لكن ليس جحودا لحكم الله وليس إنكارا لحكم الله تبارك وتعالى، عدل عن حكم الله في هذه الواقعة عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، هذا كفر أصغر، ليس كفرا يخرج صاحبه من الملة، لا. وإن اعتقد أن حكم الله جل وعلا غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أن هذا هو حكم الله، شايف القدة كمان، مع تيقنه أن هذا هو حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه، شايف القيد الثالث ده كمان، وإن جهله أي حكم الله وأخطأه أي أخطأ حكم الله، فهذا مخطئ له حكم المخطئين. يا سلام، تسمع من الكلمات دي تاني؟ أنا أخاطب الآن شبابنا وطلاب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق. أنا عارف أن الكلام عجيب، كلام غريب، وإيه اللي جرى لك يا شيخ محمد؟ ده كلام يقال على الفضائيات؟ ده كلام لازم يتقال لشبابنا الآن حتى لا يتعجل شبابنا بإصدار التكفير وبإصدار هذه الأحكام بلا بينة أو دليل. الأمر دين، مش تين، لا، دين بالدال. ولا ينبغي لواحد على الإطلاق أن يتعجل بإصدار الأحكام على الناس أو على الآخرين بغير بينة أو دليل. اسمع لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى مرة أخرى: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه، أي ابتعد وأعرض عن حكم الله عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه، مخير، اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أو بحكم الله في المسألة دي أو في الواقعة دي الحكم به غير واجب، اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، هو يعلم أن هذا كلام الله ويعلم أن هذا كلام رسول الله، لكن هو معتقد أنه مخير، إما أن يحكم بحكم الله في هذه النازلة أو الواقعة، وإما أن يحكم بحكم غير حكم الله تبارك وتعالى. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. ثم يفصل شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا بديعا جدا، أنا أقول، لا أقول قل أن تجد له نظيرا، بل أقول لن تجد له نظيرا. يؤصل ابن القيم هذه المسألة تأصيلا بديعا لن تجد له نظيرا. اسمع إلى هذا التفصيل البديع وأعرني قلبك وسمعك وكيانك كله، وانتبه
فإن هذا الكلام ورب الكعبة من الأهمية والخطورة بمكان. أقول، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان العلمي يضاده الكفر العلمي. الإيمان العلمي يضاده الكفر العلمي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. خلي بالك هفصل لك، بس ركز معايا بالله عليك. وددت ورب الكعبة أن لو استمع إلي الليلة كل شبابنا وكل أولادنا، لأن الشباب أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، قد ينفعل ابن من أبنائنا من منطلق حماسه لدين الله تبارك وتعالى أو إخلاص لدين الله تبارك وتعالى، ولا يتورع في إصدار الحكم بالتكفير على أي أحد. هذه قضية خطيرة جدا، ويترتب عليها أمور في غاية الخطر. ما خلاص أنا إن كفرت فلانا يعني استبحت منه كل شيء، استبحت دمه واستبحت ماله إلى غير ذلك. فالقضية في غاية الخطورة، يعني لا تنتهي عند مجرد اللفظ أو عند مجرد النطق بتكفير فلان أو علان، لا، ده قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. يقول ابن القيم رحمه الله: الإيمان العلمي يضاده الكفر العلمي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما قلناه في قوله في الحديث الصحيح، يقول ابن القيم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث رواه مسلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قتاله وسبابه. سباب المسلم فسوق، درجة أقل من الكفر، وقد يأتي الفسق بمعنى الكفر كما سأبين الآن. لكن هنا إذا قرن الفسق بالكفر في موطن واحد، فالكفر له معنى والفسق له معنى، أو الفسوق له معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين سباب المسلم وقتاله، فأقول كما في صحيح مسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال ابن القيم: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سبابه، بين قتاله وسبابه، أو بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا ألا وهو السباب، ولا يكفر به فاعله، يعني لا يكفر به الساب، والآخر كفرا وهو القتال، وقتاله كفر. ومعلوم، خلي بالك ما تتعجلش، ومعلوم يا سلام أنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد الكفر العلمية لا الكفر الاعتقادي. الكفر العلمية للكفر الاعتقادي، وهذا الكفر وقتاله كفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب للخمر من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الله، يبقى كافر يا مولانا؟ لا يكفر أهل السنة بالكبيرة، لا يكفرون مرتكب الكبيرة كما كفره الخوارج، ولا يقولون بأن مرتكب الكبيرة بين منزلتين كما قول المعتزلة، وإنما يقولون يزول عنه اسم الإيمان. إيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، أو كما خلع الصحابي الجليل قميصه وقال يزول عنه اسم الإيمان هكذا، فإن عاد وتاب إلى الله يعود إليه الإيمان هكذا، وارتدى قميصه مرة أخرى هكذا أيها الأفاضل، فلا يزول عنه اسم الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد بقوله عليه الصلاة والسلام
وقتاله كفر، لا يقصد الكفر، لا يقصد الكفر الاعتقادية المخرجة من الملة، وإنما يريد الكفر العلمية، وإنما يريد الكفر العلمية. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين قد وقع بينهم قتال، وقتال شديد، وقتال ضار. فهل يا ترى كفرهم هذا القتال لبعضهم البعض وأخرجهم من الملة بالكلية؟ لا، حاشا لله، حاشا لله. لأن هذا القتال دائر بتأويل، فكل فريق يقاتل الفريق الآخر يقاتله متأولا، يقاتله متأولا. فهذا الكفر هو الكفر العلمي وليس الكفر الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة بالكلية أبدا. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين سباب المسلم وبين قتاله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فإن المتأخرين لم يفهموا مراد الصحابة فانقسموا فريقين، فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وهم الخوارج، انقسموا إلى فريقين، فريق أخرج من الملة بالكبائر وقضوا على أصحاب الكبائر بالخلود في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفريق جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان كالمرجئة. يبقى فريق أو فريق وكلاهما صحيح لغة، فريق كفر بالكبائر وجعل مرتكب الكبيرة مخلدا في النار، وفريق جعل مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان كالمرجئة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، هؤلاء غلوا وهم الخوارج، وهؤلاء جفوا وهم أهل الأرجاء أو المرجئة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهدى الله جل وعلا أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فهنا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة، كفر لا ينقل عن الملة. وقال وكيع بن سفيان عن ابن جريش عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه وتعالى، ولا زال الكلام لشيخنا ابن القيم، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، كافرا، وسمى جاحد ما أنزله الله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء، وسمى الكافر ظالما، قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وسمى من تعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال نبيه يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال صفيه آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال كليمه موسى: ربي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وليس هذا الظلم كهذا الظلم، وليس هذا الظلم كهذا الظلم. ويسمى الكافر أيضا فاسقا، قال الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين.
من الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الآيات. فالله تبارك وتعالى يسمي الكافر هنا فاسقة، فالمراد بالفسق هنا الكفر كما بينته آنفة. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالمراد بالفاسقين هنا هم الكافرون أيضا، وما يكفر بها إلا الفاسقين. وهذا كثير في القرآن الكريم، ويسمى أيضا وما يكفر بها إلا الفاسقون معذرة، ويسمى المؤمن فاسقا، ويسمى المؤمن فاسقا، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. ومعلوم أنها نزلت في الحكم بن العاص، وليس الفاسق هنا كالفاسق هناك في الآية السابقة، ويراد بها الكفر كما ذكرت. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وليس الفسوق كالفسوق الأول الذي يراد به الكفر. نعم، فالفسق فسقان، أو الفسوق فسقان، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وكفر دون كفر، بنص القرآن وها هي الآيات تتلى عليكم. والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي عن الكافرين، وجهل غير كفر كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو الرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الذي رأى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. أما الشرك الأكبر فهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا أو من دونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولله ضر الشيخ ابن القيم إذ يقول: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا كله شرك أكبر: شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك الدعاء. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه شرك الدعاء، أو يرجوه شرك الرجاء، ويخافه شرك الخوف، ويحبه شرك المحبة كمحبة الديان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر. قال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين، بل في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عمه أبي طالب وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي إلى جوار عمه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك ودين أجدادك؟ فالتفت أبو طالب إليهما وقال: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالشرك الأكبر لا يغفر. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: في شرك الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. لكن هذا الشرك ليس كالشرك الأول، هذا شرك أصغر، والأول شرك أكبر يخرج من الملة باتفاق. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. لكن لا يراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وإنما يراد به الشرك الأصغر. اسمع لبقية الحديث. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأنا منه بريء، كما في لفظ ابن ماجه: وهو الذي أشرك وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هذا هو شرك الرياء، هذا هو الشرك الأصغر. فالشرك هنا ليس كالشرك هنالك. ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. جيش واحد بقى يخطأ ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له كفرت، بمعنى أنه خرج من الملة. لا، من حلف بغير الله فقد أشرك، ليس الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومعلوم أن كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. اتقوا هذا الشرك يعني الشرك الأصغر، يعني شرك الرياء، فإنه أخفى من دبيب النمل. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند حسن. فانظر أخي الحبيب، يقول ابن القيم: فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. وكذا النفاق، نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقاد يخرج من الملة، ونفاق عمل لا يخرج من الملة. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار. أما نفاق العمل فقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. نفاق الاعتقاد هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، ومنه نفق اليربوع أو النفق. فالنفق طريق أو مسلك بين طريقين، مسلك بين طريقين، التأصيل اللغوي لمعنى كلمة النفاق مأخوذا من نفق، وهو المسلك المعروف بين طريقين. ونفق اليربوع أو جحر اليربوع ظاهره تراب وباطنه حفر. وكذا المنافق ظاهره إسلام وباطنه كفر، فهو يظهر الإسلام ويعتقد الكفر ويبطنه. هذا هو نفاق الاعتقاد، وهو مخرج من الملة باتفاق، وهو الذي جاء فيه الوعيد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا هو نفاق الاعتقاد، وهو مخرج من الملة باتفاق، مع أنه يعصم أهله في الدنيا، يعصم دماءهم ويعصم أموالهم. فكلمة التوحيد تعصم دم المنافق إن قالها بلسانه، وتعصم ماله. لا يحل لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث يشهد. فكلمة التوحيد إن أظهرها تعصم دمه وتعصم ماله. أما نفاق العمل فهو خمس خصال بمجموع روايتين في الصحيحين لأبي هريرة ولعبد الله بن عمرو رضي الله عن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرواية الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فكذا النفاق أيها الأفاضل نفاقان: نفاق اعتقاد يخرج من الملة، ونفاق عمل لا يخرج صاحبه من الملة. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان. يا الله، هذا أصل في غاية الخطورة. هذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة، خالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. وهو يقول في موطن آخر، يقول رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ عشان كده بقول لشبابنا يجب أن ترجعوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى العلماء الربانيين، وإلى الدعاة الصادقين، ولا تأخذوا علمكم في هذه النوازل الكبيرة والأصول الكبيرة من مواقع الإنترنت، لا تأخذوا علمكم في هذه الأصول الكبيرة من مواقع الإنترنت، ولا من بعض طلبة العلم الصغار الذين لا يفرقون بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. هذا خلل، هذا خلل. حماسك وحده لا يكفي ولدي الحبيب وأخي الغالي، بل وإخلاصك وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا تضر وأنت تريد النفع، وحتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. أكرر هذا الأصل: قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه أي في هذا الأصل غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية لسوء فهمهم عن الله ورسوله. ربما يحتج هذه أصحاب هذه الفرق بالأدلة من القرآن والسنة، لكن إنه سوء الفهم عن الله ورسوله، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة، أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. عض على هذا الكلام الدرر بالنواجذ: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. يبقى في المسألة بعض التأصيلات الخطيرة والمهمة، ولكني أرى الوقت يعني قد أزف، وطاردتنا عقارب الساعة يعني على حين غرة مني، فلم ألتفت إلا الآن، وأرى أن الوقت قد انتهى، ولا تسع الوقت بعد ذلك إن شاء الله تعالى لاستقبال بعض الأسئلة والاستفسارات لإخواننا أخواتنا، على وعد إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر لنا البقاء واللقاء أن أكمل السير في هذا البستان، أو إن شئتم فقولوا على هذا الشوك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. ولا ينبغي للعلماء ولا للمشايخ ولا للدعاة في مثل هذا الواقع الأليم الذي نعيشه أن يجاملوا شباب الأمة على حساب المنهج، وإلا فلنفتش في نياتنا وفي أقوالنا وأعمالنا، وليحبس الواحد منا نفسه في بيته أو في مكتبته
حتى يطهر قلبه وحتى يخلص سريرته من هذه الشوائب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. يجب علينا أن نبين لشبابنا الآن على الفضائيات هذه الأصول الكبيرة وهذه النوازل والمسائل الخطيرة حتى لا يستقي شبابنا وأحبابنا هذه الأصول والمسائل من مواقع الإنترنت التي لا ترقب في أولادنا إلا ولا ذمة، ولا حتى من بعض أحبابنا ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين الدليل ومراتبه ومناطاته. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يردنا وأولادنا وشبابنا وأحبابنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا السدادة في القول والعمل والحال، وألا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وألا يجعل حظنا من ديننا تنظيرنا وتأصيلنا وقولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وألتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا